النبي عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله سبحانه وتعالى على ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نبي صلى الله عليه وسلم بان كروب توجبه الله سبحانه وتعالى لأي تام ملة من أي حساسنا ترم ترو تريس آن ربه نبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يخرج في أطراف مكة في غار حراء يعبد الله سبحانه وتعالى. قطبان جن توجيه كروم مكة أكبر توجو نكنم روم نمهرا. وفي يوم الاثنين نكنم تنجن والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء نبيد النبي صلى الله عليه وسلم قمتم تأسنا نكنم روم نمهرا. جاءه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام قبان مجود النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ جبريل قبان برا النبي صلى الله عليه وسلم أسوه قال ما أنا بقارئ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعلم القراءة والكتابة وهذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم أنه غير كاذب لأنه جاءه الوحي من الله سبحانه وتعالى نبينا جبريل بان براء الكرسول نبي صلى الله عليه وسلم قبان جي شوائي طاب كان جبريل بن حاك نيوم من مين كنئ سوتي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم من مين كنئ نكيس سي هاي فجح آن دا نيه هاي كي جي سنة đại thay Nabi sallallahu alaihi wa sallam cư trì nệ đại Nabi đã Allah subhanahu wa ta'ala bình chùn mốc hơi quạt nâng cư trì nệ đại nhịp bất hơi quạt nâng cư trì nệ đại mình của họ ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ Jibreel nào tay bằng tỏ hơi quạt an hơi quạt sụt có quạt tay Nabi nào tay nhịp tiếp tha nhông mình men trì nệ đại chạy sâu tuyệt ثم قال له اقرأ قال ما أنا بقارئ Trời mốc Jibreel nhịp tiếp tha nhịp ai sụt mơ نبي ينطق شوي طاب تبين حاجة يوم من مات كنا نجس صوتي. فنزلت عليه أول سورة نزلت من القرآن الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. ترى ما الله سبحانه وتعالى كمان بنجاب آيات تبوم بقى. برام آيات تبوم من سورة العلق. مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.